أين ستبدأين؟ سأتجه إلى إيثر. إذن سوف أوجه مصلاتك نحو إيثر. إن حصلت عليه سأستخدمه لإخماد أشد العواصف في المنطقة. رغم احتياجي لهيفاستس والسيطرة على روبوتاته من أجل استقرار المحيط الحيوي، إن غيرت رأيك يمكنك أن تحدثي هدفك من واجهة مصلاتك أي وقت، وسأنقل أيضاً ملخصاً للبيانات المتوفرة فيما يخص كل البرامج الفرعية. شيء آخر أساعدك به، أعرف المهمة أمامك كبيرة. كبيرة صحيح؟ أهناك خط؟ لا أعرف الأمر، فقط أن إليزابيث صعبت الأمر. كانت تحلم لك من أجل الحياة على الأرض وساءت الأمور، والآن علي أنا أن أصلح ذلك. تظنين أنني أستطيع؟ أصلح النظام؟ أهزم فارزينس؟ سأكون كما أرادت؟ بلا شك، في رسالتها الأخيرة قد أعلنت عن ثقتها الراسخة في نجاحك. أنت قادرة على فعل كل شيء. محوت حادث وأعدت تشغيل نواة نظامي، وستنجحين في ذلك. شكراً غايا. حسناً، أنا علي أن أذهب. لقد فتحت مخارج المنشأة، أحدها يقود إلى الغرب والآخر إلى أسفل الجبل عند أغنية السهل، إن أردت الاتجاه للشرق. فارل؟ واو، علي أن أعتاد ذلك. أنت إيلوي؟ أجل، فتحت غايا مخارج المكان. قابلني وزو عند الباب الغربي. سنكون هناك. حسناً، سأحضر إيثر من أجل غايا. فارل وزو ينتظرانني عند المخرج الغربي. أستطيع الاتجاه شرقاً أولاً. سأتفقد أغنية السهل بعد الهجوم. متأكدة؟ أجل، أظن أن هذا أفضل. سأتبعك يا إيلوي. يجب علي أن أتجه غرباً لأحصل على مكونات غايا لجعلها أقوى. تستطيعان البقاء هنا الآن، غايا ستساعدكما بالمعلومات. لا أحاول استبعادكما، هذا أشبه بتدريب. في الواقع سأعود لأحضر إيرند إلى هنا. اسمعي، الحلفاء، الأصدقاء يساعدون. لدينا مكان الآن، وكما قلت غايا ستزودنا بمعلومات. سنكون بخير. حسناً، خذ هذه للارتداء وللاحتياط. هل ستذهبين معه؟ لا، بعد ما حدث في الكهف بالأسفل سأبقى هنا لفترة، فهناك الكثير كي أفهمه. ربما عندما تعودان سيكون لدي ما أعلمه لكما. أتطلع لذلك. متى ستعودين؟ أنا لست متأكدة، لكن أتمنى أن أعود بأحد مكونات غايا معي. كوني حذرة. في أغنية السهل سمعنا عن تضرر أراضي تيناكث من العواصف والروبوتات والآن رجالة. لا تقلقي حيالي، أنا بخير. حظاً سعيداً إيلوي.
أراضي عشيرة التيناك. هناك ثلاثة برامج فرعية لغايا، ومن يدري ماذا أيضا. ترى كم سيكون ارتفاع طبقة الجليد المتراكم؟